السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: جفاف الرافدين في العراق كارثة بيئية تهدد حياة البشر وسط إهمال حكومي لمعالجة أزمة المياه. في العنوان الثاني: عشائر البركات تستمر في انتفاضتها ضد اعتقال الناشط المدني باسم خشان واتهامات للقضاء بالفساد. ولدينا في العنوان الثالث: نور المالكي يقول إن الصدر لا يعني شيء ولا يجب الالتفات لتصريحاته لأنه لا يفهم شيئا بالسياسة. وأيضا لدينا في العنوان الرابع: المخدرات الإيرانية تغزو العراق، ضبط كمية من الحبوب المخدرة في البصرة تكفي لكل فرد في المحافظة. في أولى أخبارنا، يعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في المناسيب المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار المتساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية. تعد محافظة ذي قار جنوب العراق أكثر المحافظات تضررا من تدني منسوب نهري دجلة والفرات باعتبارها تقع في آخر سلم المستفيدين من مياه النهرين. نتابع هذا المقطع عن جفاف جزء كبير من نهر دجلة فنشاهد. في المقطع الذي سنعرضه لحضراتكم الآن، هو جفاف نهر الفرات، انحسار كبير لكمية المياه في نهر الفرات فنشاهد. صدق صار جفاف السنة مرة يا يابي صار ساقي هاي كلها كان نهر يعني قد ناشف يعني. وأخيرا بنفس الموضوع، بعد أن دخلت مناطق الأهوار إلى لائحة التراث العالمي وفرح العراقيون بهذا الموضوع، لكن الفرحة لم تكتمل إذ دخلت مياه الأهوار في مرحلة الخطر إثر الجفاف فنشاهد. طبعا اختصارا لهذا الموضوع، يمكن الفهم من السياسات الخاطئة المتبعة في هذه الدولة ووضع عدم الخبرة وعدم الكفاءة في منصب كوزير الري أو غيرها أو الموارد المائية. هذا الموضوع يقود إلى هكذا حالات السرقات والفساد والرشا وغيرها، وابتعاد العراق عن تأمين حدوده المائية وتأمين مائه والحفاظ على حقوق المحافظات أن تكون بالتساوي وغيرها. هذا الموضوع يقود إلى هذه النتائج. طبعا هناك عوامل بيئية مثل قلة الأمطار وغيرها، ولكن الدول الحقيقية، الحكومات القادرة فعلا على إدارة بلدان،
تخرج بوسائل من أجل معالجة هذه الأزمات، وليس أن تترك بهذا الشكل إلى أن وصل الحال في العراق إلى هذا الحال المأساوي لبلاد الرافدين. بلاد الرافدين الآن تجف الأنهر وهذه الكارثة التي شاهدتم. في الخبر الثاني موضوع مختلف، وجهاء وشيوخ عشائر البركات يتحدثون عن القضاء وعن اعتقال الناشط المدني باسم خشان، فلنشاهد. أنا ما يخالف، أنا رجال حضاري وأمشي بالطرق القانونية، مو القانون مو سن القاضي، القاضي ناطق باسم القانون، مو إذا الناطق يقرأ ينطق بالقانون عدل هنا، وإذا بالغلط أكو محكمة تمييز، وإذا القضية يقولون أنتم يا ناس أنتم ناس ما لكم مكان بهذا البلد، أنتم لو بالسجن ما تقدرون بالله بلد بلدنا. إيه هذا إحنا إذا قالوا لنا هيك عاد نشوف نشوف لنا دولة نطلع عليها يا رجل. لا لا إن شاء الله. لا لا إن شاء الله. نقول لهم إحنا بخدمة. لا لا إن شاء الله. ما تقول العراق الأشراف بالعراق موجودين واللي عندهم مروة وغيره موجودين، إحنا نظرهم ما يطلعون. نتابع في المقطع الثاني بنفس الموضوع هزيج عشيرة البركات تنديدا باعتقال الناشط المدني باسم خشان. طبعا نخرج من هذا الملف بخلاصة أن الرأي الأخير بالمقطع الأول طبعا الذي شاهدناه لأحد شيوخ العشائر، وهي قضية أنه إذا ما يعجبهم إحنا الباقين، طالما هناك عراقيون شرفاء في هذا البلد فنحن الشعب الباقون وهم الراحلون، هم يقصد السياسيين والقضاء وغيرهم من الفاسدين. هذه خلاصة الموضوع. الموضوع هناك يجب أن يكون تحرك كما يرى كثيرون طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الخلاص بمن يتحكمون بالقضاء، بمن يتحكمون بالقانون، بمن يسخرون القانون لأغراضهم هم وليس للصالح العام. هذه هي المشكلة التي يعاني منها العراقيون بشكل عام. في الخبر الثالث موضوع الصراعات السياسية مستمرة، صراع الشخصيات الموجودة الآن في العراق. نائب رئيس الجمهورية الحالي نور المالكي هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خلفية اتهام الأخير للمالكي بالطاغية والديكتاتور، فيما رد المالكي وأكد أنه أن ما يصدر عن الصدر لا يستحق الحديث كونه رجل لا يعرف شيئا وهو حديث على السياسة، فلنشاهد. اتهامات مؤخرا صدرت من أحد السياسيين في العراق الذي أعلن عن انسحابه من الساحة السياسية مقتدى الصدر، ووصفك الصدر بأنك طاغية وأنك ديكتاتور. ما يصدر عن مقتدى الصدر لا يستحق الحديث، تكلم لي بغيره، رجل حديث على السياسة ولا يعرف أصول العملية السياسية. الدستور ليس لا يعني شيء عند مقتدى الصدر، لا يفهم قضية الدستور، ضوابط والتزام بالدستور بالنسبة لمقتدى الصدر ولغيره من القيادة يعتبر غريب. طبعا أيضا هذا الموضوع مستمر، الصراع الشخصيات زعماء الميليشيات أو غيرها من هذه المسميات. المالكي معروف طبعا بدمويته بخطاباته الهجومية على دول على شخصيات في العراق، لا يكترث لا يهتم، هل هو دعم مستمر، هل هو هي حصانة تقوده طبعا إلى هذه التصريحات وهذا الهجوم. ما الغريب بوصف الصدر للمالكي؟ الجميع يعلم أن المالكي طاغية وديكتاتور نظرا لسياساته المتبعة، وأيضا الأخير لا يبرأ من أو الصدر لا يبرأ أيضا من الانتقاد أو يرفع عنه هذا الموضوع قضية الانتقاد لأنه أيضا أخطأ. في الخبر الرابع إيران عاصمة المخدرات في العالم، صحيفة الجارديان البريطانية كشفت عن وجود عصابات مختصة بترويج المخدرات القادمة من إيران في مدينة البصرة، حيث اجتاح وباء المخدرات المنتجة إيرانية مناطق جنوب العراق، فنشاهد هذا المقطع من البصرة. السلام عليكم. من جديد في منفذ الشلامشة الحدودي مخدرات حبوب هلوسة، قاضينها أبطال منفذ الشلامشة الحدودي قضوا حبوب الهلوسة جاية من الجارة إيران، طبعا مع احترام للجارة إيران ما أعرف،
احنا عندنا ابطال وكظون، بس ايران شلون دخلت عندكم؟ ما عندكم سونار لو انتم خليتي يدخلن يعني. القصد حبوب هلوسه بالالاف لكل مواطن بصري حبايه مخدره هديه، لكل مواطن بصري حبايه مخدره. ليش؟ مو العلاقات رجعت وقلنا يا الله وصدام سقط والديكتاتور انتهى؟ ما اعرف. الابطال اليوم كظون ذني المواد المخدره. تحياتي لكم، شكرا ايران. لا تشربون. في فقرة أراكم موضوع ملفت للنظر، أي يحدث في العراق بعد حرب لمدة 8 سنوات بين العراق وإيران، والسبب الخميني، والخميني الذي قاد هذه هذا الجيش طبعا وميليشياته لقتل العراقيين، أن يكون هناك مضيف باسم مضيف الخميني في العراق. دعونا نشاهد هذه الصور التي وردتنا. كما تلاحظون مضيف الخميني، تكثر الآن المضايف الإيرانية والخميني، صوره وأسمائه تطلق على شوارع في بعض المناطق. يعني هذا الأمر مؤسف للغاية كما تلاحظون مشاهدينا، الكرام. أن يحدث في العراق بعد 8 سنوات من سفك دماء العراقيين، واستمرت منذ الاحتلال حتى هذه اللحظة وإيران تسفك بدماء العراقيين تحت اسم الخميني، وأن يكون له مضيف في هذا البلد. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على موقع فيسبوك. اياد خضير يقول: يا عملاء يا سياسيين، شوية شوية ويصير العراق كله تابع لإيران. طيب، في تعليق آخر، سمير يقول: الخميني ايش عنده بالديوانية؟ ماكو احترام المشاعر عوائل الشهداء الذين سقطوا في 8 سنوات. فعلا ألا يوجد احترام لمشاعر الذين استشهدوا دفاعا عن هذه الأرض؟ في تعليق آخر، أحمد سمير يقول: هذا شيء بات عاديا في وطني، فهناك من يرفع علم الصهاينة وهناك من يرفع العلم الإيراني، وكل حزب بما لديهم فرحون إلا المساكين يرفعون علم بلادهم، إلا الشرفاء طبعا اللي يرفعون علم بلادهم. في تعليق آخر، زينب تقول: زينب حسين علي تروح لإيران ما تشوف أي لافتة أو دلالة مكتوبة بالعربي، وأغلب السياح بإيران عرب، حتى بالإمام الرضا ماكو لافتة بالعربي. بالعراق الشارع باسم الخميني، صور خامنئي مالية الشوارع، النوبة أعلام إيرانية احتلونا وإحنا نايمين. يعني ربما هناك اختلاف بهذا الموضوع، هناك من رضى أن يكون لإيران وجود في العراق. ماجد يقول: الأحزاب الشيعية أثبتت عمالتها لإيران وغير قادرين على قيادة العراق في كل المجالات، هذا أمر صحيح. ولدينا أخيرا أحمد العباد يقول: صحيح، وأنا كل يوم أمر من يمه ناس مغيبين مخدوعين بخميني وغيره من اللي يدعون التدين ويلبسون العمامة للتستر على قبحهم أو لتستر قبحهم. هذه المشكلة، استغلال الدين واللعب بعقول البسطاء والضعفاء، اللعب على وتر المشاعر والمظلومية والطائفية وغيرها، هذه هي كانت الأداة التي أدت إلى تقسيم العراق، هذه هي كانت إحدى مشاريع الاحتلال التي زرعت في العراق من أجل أن يفتت هذا المجتمع وأن يفتت هذا البلد. باسم الدين باغون الحرامية هي خرجت من أهالي الجنوب بعد أن ضاقوا ذرعا بالمعممين الذين سرقوهم ونهبوهم وقتلوهم وهجروهم. الآن أهالي الجنوب فضح بالنسبة لهم هذا الأمر وكشف هذا الأمر بالنسبة لهم، ما عادوا يخدعون من هكذا شعارات وهكذا زيف من قبل هذه الشخصيات التي تتاجر بالدين. طبعا الهاشتاج هو عن مؤتمر الكويت، مؤتمر الكويت الذي يعقد في دولة الكويت لإعادة إعمار العراق. دعونا نتابع التغريدات التي جاءت على هذا الوسم على تويتر. دكتور جاسم الشمري يقول: العراق اليوم ليس بحاجة إلى 18 أو 20 مليار دولار يمكن أن تجمع لحكومته في مؤتمر الكويت، وإنما بحاجة إلى 18 أو 20 شخصية صادقة وقوية تقود البلاد بحكمة وقوة وتكون قادرة على قطع دابر الفساد. في تغريدة أخرى،
عبد الله الموصل يقول ربما لن يستفيد لو لن تستفيد الموصل من منح مؤتمر الكويت فأيدي الفاسدين ستكون أسرع من غيرها بالاستحواذ على هذه الأموال. التنفيذ المباشر أو الإشراف الأممي على التنفيذ هو الأفضل، هكذا يرى طبعا كثيرون. في تغريدة أخرى لدينا أيضا هالة الموصلية تقول الموصل تعرضت لإبادة جماعية خلال أشهر فقط، استشهد 40,000 مدني، الحكومة العراقية تركت أهل الموصل نازحين يموتون جوعا ولم تفتح أبواب بغداد للنازحين، والآن تسرق أموال المتبرعين العرب، حكومتنا حرامية يا عالم. وأيضا حسام يقول بعد سقوط الموصل تبرعت السعودية $500 مليون للنازحين، وكانت النتيجة أن ذهبت لأرصدة الفاسدين وبقي النازحون تحت رحمة الخيام. هذا المشهد قابل للتكرار ما لم يكن صارما محددا مشروطا دعمه. المشكلة بهذه المواضيع، طبعا هناك تحذيرات كثيرة خرجت من لجان، خرجت من منظمات، خرجت حتى من العراقيين طبعا، أن هذه السلطة هي يجب أن تقلع، بعد ذلك يتم الإعمار. هذه الميليشيات الموجودة يجب أن ترحل، يجب أن يسحب السلاح، يجب أن يستقر الوضع في العراق أمنيا، بعد ذلك نأتي إلى مرحلة الإعمار والاقتصاد، لأنه مع وجود الفساد والفاسدين لن يكون هناك إعمار ولا يكون هناك اقتصاد. مشاهدينا الكرام في فقرة بعد الهاشتاج، طبعا الموضوع الأول موضوع ملفت للانتباه ويجب أن يركز عليه ويسلط عليه الضوء ويدعم. زاد الخير، مبادرة قامت بها امرأة عراقية استطاعت أن تطعم من خلالها قرابة 71,000 شخص محتاج في العراق، فنشاهد. تكلمنا مع أحد المطاعم الراقية فعرفت منهم بأنه يبقى بالمطعم بمطابخها أكو طعام غير مستعمل، هذا أيضا يرمى بالنفايات من المطاعم. الساعة الثانية ليلاً يأتينا الطعام بالمقر اللي يخليه خاص لهذه الحملة. نقوم بإعادة تعبئة هذا الطعام ونفرغه بديسبوسبل على شكل وجبات غذائية متكاملة. المقر يحتوي على برادات لحفظ الطعام، نحفظه لليلة واحدة فقط. نأخذ هذا الطعام ويومياً نوزعه على النازحين والعوائل المحتاجة. أجرين اللي أكسبه، أجر أنه أحافظ على نعمة رب العالمين اللي دا ترمى بالنفايات، حقيقة كميات كبيرة جداً اللي دا ترمى. أنا حالياً من 9 مطاعم فقط ويومياً 9 برادات تنترس بجدورة أنه ما مستعملة، هذا كله كان يرمى. هذه إضافة إلى أنه دننطي الأكل راح أضمن استمراريته. أيضاً من ضمن مواضيعنا، المدرسون السوريون يسدون حاجة المدارس الألمانية، فنشاهد. Hast du bitte gerne zu Matthias?
الأطفال لم يذهبوا إلى سوريا منذ 2011، كانوا في تركيا ومصر وأماكن أخرى ولم يتمكنوا من الالتحاق بمدارس على الإطلاق. هم في سنة الرابعة وهناك أمور لا يعرفونها حتى بالعربية. الأمر معقد بالنسبة للمدرسين الألمان، فلا يمكنهم شرح الكثير من المواد لهم بسبب وجود حلقة مفقودة. دائما ما تكون هند الخباز وسيطة بين الأهالي السوريين والمدرسين وتتأكد من أننا نفهم بعضنا البعض. هي أيضا توضح لنا الكثير من الأمور مثل رمضان والسباحة بالنسبة للفتيات. الأمر مفيد أيضا للألمان، فهي تبني جسورا بين الثقافات. وأخيرا ضمن مقاطعنا طبعا دعونا نتعرف على تاريخ النقود فنشاهد. اعتمد الإنسان القديم على المقايضة لتبادل الموارد مع غيره، ثم استخدمت الشعوب مواد مختلفة للمقايضة، ولأن بعض المواد لا يمكن تقسيمها وحفظها من التلف، توجه البشر لاستخدام المعادن، إلى أن صكت مملكة ليديا أول عملة رسمية في التاريخ لمنع الاحتيال الذي طال العملات العشوائية. بعد ذلك استبدل الصرافون المعادن الثقيلة بأوراق تثبت إيداع أصحابها للذهب، مكتوب عليها مبلغ مساو للوديعة. وفي عام 1656 قام بنك ستوكهولم بإصدار أول عملة ورقية، فطبع أوراقاً يستطيع حاملها مبادلتها بالذهب الموجود في البنك. ومع اندلاع الحرب توجه الناس لاستبدال الأوراق بالذهب، مما وضع البنوك في مأزق كبير. ولحل الأزمة أصدرت تشريعات تحرم مبادلة الأوراق بالذهب، واقتصر تبادله على المعاملات الدولية. وفي عام 1939 قام مصرف سيتي بانك في نيويورك بتركيب أول آلة صرافة بالعالم. وبعد أكثر من 25 عاماً نجح مصرف باركليز في لندن بإقناع عملائه استخدام البطاقات البنكية بدلاً من الأوراق النقدية. ومن هناك انطلقت رحلة المال نحو المستقبل، فأصبح عملة خيالية لا تحتاج سوى بطاقة ممغنطة أو اتصالاً بالإنترنت. العالم يتجه نحو انفصال المال عن الذهب والأوراق من خلال عملة البيتكوين، التي تمكن المستخدمين من التعامل مع بعضهم مباشرة دون الحاجة لوسيط أو بنك. أنقذت عملة البيتكوينز الناس أثناء انهيار الاقتصاد في اليونان عام 2015، حين اعتذرت البنوك عن تسليم الأموال للعملاء، مما سبب ارتفاعاً كبيراً في قيمة البيتكوين حول العالم. اليوم يعد الاستثمار في البيتكوين واعداً، خاصة بعد أن اعتمدته بعض الدول كوسيلة للدفع، بينما تسير بقية الدول في ذات الاتجاه. وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى اللقاء.